لأنه صحة المجتمع دائما هي تنعكس على الحياة بشكل عام. فوزارة الصحة رح تطلق الجمعة القادم حملة اسمها أسبوع بلا سكر. طيب شو أضرار الإفراط بتناول السكر؟ شو بيعمل السكر لما بيفوت على جسمنا؟ أول شيء بيقلل المناعة ل 50%. دكتورة خلينا نشرح عن الرابط بين السكريات والإصابة بالأمراض المزمنة. تقريباً بحدود 3 معالق خلال النهار، وهي كمية نسبياً منيحة يعني إذا نحن بدنا نوزعها خلال النهار. وطبعاً في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعدوا عن الأبيضين. كثير مرتبط استخدام السكر بكميات كبيرة مثلاً مع الاكتئاب، مع أمراض العصبية مثل الألزهايمر. كمان زيادة تناول السكر ممكن تسبب لنا مشاكل بالدماغ وبالبشرة. معناها المطلوب نحن اليوم تغيير أنماط تفكير المجتمع لترشيد استخدام كميات السكر لأجسامنا. ليش يسمى السكر هو السم الأبيض؟ هلا مثل ما بيقولوا أحذر سم الأبيضين، أنا بقول أحذر سم الثلاث أبيضات، السكر، الطحين والملح.